اغنى رجل في العالم الحلقه 2. شفت يابا؟ شفت كان معانا عربيات وفين هتفوت حالنا يابا؟ بقى عامل ازاي هو يا ولا بتاع البخاخه؟ اه لو اشوفه ولا قابله. السلام عليكم. انا شفتك فين يا ولا انت يا ولا؟ لا لا يا عم الحاج، انا اول مره اشوفك، انا ما شفتكش قبل كده. بس احنا دي مش غريبه عليا يا ولا، والفلوس دي كلها جبتها منين يا ولا؟ لا يا عم الحاج دي مش فلوسي، انا شغال عند واحد بس رايح اجيب له حاجات، بس ماسكهم في ايدي خايف الا يقع. ومالك يا ولا كده واقف مش على بعضك وخايف وعمال تترجلك وتترعش كده يا ولا؟ بس انا فاكرك كويس. واقف حلو يا عم الحاج، انا مش بتراقش ولا حاجه، انا دخلت محل غلط. سلام عليكم كركر. ايوه ما يكونش هو ده الولد اللي خد مننا العربيات اهو. طب ما قلتليش ده.